مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سوف نقدم لكم قصيدة جديدة تحت عنوان أنا مسلم مسلم أنا للكاتبة سهى التونسية ولا أكسد أمازيغ، وندعوكم للانضمام لحركتنا حركة تغيير شمال إفريقيا. أنا مسلم مسلم أنا، أنا مسلم، أنا مخرب، أنا عدو، أنا متعصب، أنا محتال، أنا دجال، أنا حقود، أنا كذاب، أنا مكار، أنا غدار، لا أعرف وعدا ولا ميثاق، أنا أكسر، أنا أدمر، أنا أحرق، أنا أرجم، أنا أذبح، أنا أفجر، أنا إرهابي وأكبر، أنا أصرخ ليلا ونهار، أحب الخراب، أعشق الدمار، وليس عندي خيار، لا يسلم مني يهودي ولا مسيحي ولا الهندوسي ولا البوذي، ألعن هذا وأسب ذاك، أقتل هذا وأبتز ذاك، الجزية تعطيني وعلى قدميك تأتيني، ولو ما عندك ما يكفيني، أنا يا كافر أسبي بناتك، أبيع كل راس بكام دينار وأخطأ الصغير ملك يميني، أما أنت يا مشرك لا لا تقربني ولا تنجسني، هات عنقك قرب سيفي، هذا حقي فلا تمنعني، حق إلهي هو اللي اختارني، لو أمر لا يعجب لا تلمني، تعاليم ديني من سابع سماء تأتيني، إلهي يزكيني ويحييني ومن دون الناس يعطيني.